تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع ريتشلاند للصناعات الغذائية ضمن جولته في مدينة السادات بالمنوفية. وخلال جولته استمع مدبولي إلى شرح بشأن تطوير وإنتاج المنتجات الغذائية المحفوظة، موجها الجهات المعنية بسرعة توفير 20,000 متر مربع من الأراضي لصالح التوسعات الجديدة الخاصة بالمصنع، والتي تشمل إقامة مصنع لإنتاج جميع أنواع المركزات بكافة أنواعها.